هو دخل له دلوقتي؟ طيب لا لا ما تدخلوش انت، سيبه هو هيتصرف وبلغني بأي حاجة تحصل. ما تسيبه يا بهاء، قلت لك نفذ اللي بقولك عليه. شكلك متغيرش عن آخر مرة شفتك فيه. حلو العكاز، لايق عليك. قالوا لي إنك طلبت تقابلني. مظبوط، آخر يوم ليا، فقلت أكيد مش همشي من غير ما أشوفك وأطمن عليك. أخبار العلاج الطبيعي بتاعك إيه؟ مواظب عليه ولا بتكسل؟ سليم، خش في الموضوع يا سليم. متسرع، عيبك انك متسرع. قول لي يا حمزه، عملت ايه بعد ما سبت الداخليه؟ دورت على شغل ولا بتقعد كل يوم بالليل لوحدك تفتكرها؟ صدقني أنا أكتر واحد حاسس بيه. أنا عارف كويس يعني إيه يروح منك حد بتحبه، فجأة بتحس إن كل حاجة بقت غلط، بتحس إن كل حاجة ملهاش معنى، كل حاجة ناقصة. بس مع الوقت بتتعود. سمر ما كانش ليها ذنب يا سليم. وابني ما كانلوش ذنب يا حمزة. كان ممكن كل ده ما يحصلش، كان ممكن لو كنت سلمت نفسك. مش موضوعنا، انت جيت عشان عرفت ان في عملية اغتيال هتحصل وجاي عايز تعرف تفاصيلها عشان تحاول تمنعها، مظبوط؟ مش انت طلبت تقابلني عشان كده؟ خالص، انا طلبتك عشان اقول لك احنا لسه عندنا اعداد تانيه كتير قوي. بص يا سليم، مفيش اي حاجه ممكن تقولها هيخليهم ياجلوا حكم الاعدام. مين قال لك ان انا عايز اجل حكم الاعدام؟ بالعكس، انا عايز العداله تاخد مجراها. ولما جبتك النهاردة عشان أقولك إن أنت كمان هتدفع الثمن. اللي هو مختار السويفي اترقى دلوقتي بقى مساعد وزير الداخلية، هو ده اللي هيتقتل الساعة 9 بالظبط، يعني قدامك 12 ساعة من دلوقتي. لو ملحقتوش هقتلهولك بإيدي. اسمع يا سليم، انت مش هتخرج من هنا علشان تروح أي حتة أو تعمل أي حاجة. حكم الإعدام هيتنفذ النهاردة. 12 ساعة حاول ما تضيعش وقتك، ومتهيألي إن أنا عملت اللي عليا وزيادة. قلت لك مين وإمتى وفين. بس تفتكر حتى بعد ما قلت لك كل ده
هتقدر تلحقه. ويكون في علمك دي أول لعبة نلعبها مع بعض، بس أوعدك مش هتبقى الأخيرة. مختار السويفي؟ سليم قالك هيقتل اللواء مختار السويفي؟ يا نهار اسود، مش ممكن. هو ده اللي قاله يا فندم. ماشي، هيقتله ازاي وهو في السجن؟ انت عايز تجنني؟ لو حضرتك قريت الملف بتاع سليم كويس قوي يا فندم، هتعرف ان هو لو عايز يعمل اي حاجه مفيش حد هيقدر يمنعه. حضرتك عارف كويس واختار لي اللواء مختار بالذات. ايوه عارف، عشان اللواء مختار كان ماسك عمليه القبض عليه. بالظبط كده يا فندم، واضح ان سليم مش عايز ينتقم مني بس، لا عايز ينتقم من كل اللي كان ورا دخوله السجن. مش كده وبس يا فندم. وايه كمان؟ مدام سليم يا فندم قال لنا على العمليه وحدد لنا الميعاد بالظبط يبقى بيتحدانا. انا رايي يا فندم ان احنا ناجل موضوع الاعدام ده لغايه لما الساعه 9 تعدي، ورايي كمان ان احنا نبدا فورا. خلاص يا حمزه، خلاص مفيش اراء، انت كده خلصت. يعني ايه يا فندم؟ يعني احنا كنا محتاجينك عشان تساعدنا انه نتكلم. خلاص دورك خلص يا حمزه، تقدر تروح وتستريح واحنا هنتصرف. اللي تشوف ساعتك يا فندم. بندق بابا للتمشي وتسلمي. لا يا حبيبي مش هسيبك تاني ابدا، هنسافر مع بعض وهنعيش في بلد جميله جدا، وهتروح مدرسه جديده، وهيبقى عندك صحاب جداد هيحبوك وهتحبوهم، بس مش هيحبوك اكتر مني، لان انا بحبك اكتر واحد في الدنيا. مش انت عارف كده كويس؟ صح؟ طب هبوسك. اوعى تتحرك من هنا، فاهم؟ ما تتحركش من هنا ابدا، ما تتحركش. Thank you.
اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. مش هتأخر عليك. ايه مالك؟ انت كويس؟ احنا خلصنا خلاص. والآن مع كلمة السيد اللواء مختار السويفي مساعد وزير الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم عارفين احنا في حالة حرب ضد الإرهاب. حرب استمرت لشهور طويلة ولسه هتفضل مستمرة. انت متأكد انا هلاقيك هنا؟ لسه ما جاتش 9%. يعني هي 9 إلى 5 ولا حاجة. يعني ما أعتقدش إن في حاجة هتحصل. وبعدين الحكاية كلها خلصت. مسلم اتعدم أنت شفته بعينيك. بالمناسبة أنت ليه أصريت تروح تحضر تنفيذ الحكم؟ علشان أتأكد إنه مات. أديك اتأكدت يا حمزة. دلوقتي بقى عيش حياتك، خد بالك من نفسك. الحرب ضد الإرهاب مش متوقفة على الجماعات الإرهابية. صاحبك هنا اللي جابه. الناس لسه ما جاتش 9. بس حمزة ده واصل. مع اللي هو مجدي دايس، مع اللي هو صبري دايس. هتشوفه بيعمل ايه وتعلم منه. 2400 قصاد. اسمحوا لي دلوقتي اطلب منكم كلكم تقفوا. دي احداث. على ارواح شهدائنا اللي قدموها فداء لمصر.